تعالوا نبدأ من عند ما انتهينا المرة اللي فاتت. تعالوا أول حاجة نشوف نعمل ماتيريال للفلور. بدل ما تاخد دبل كليك عشان أعمل ستاندرد سينما 4D ماتيريالز، أنا عايز أعمل في ري ماتيريال. هاجي على كرييت وأقول له شيدر في ري بريدج وأقول له أدفانسد ماتيريال. هسمي الماتيريال دي فلور، دبل كليك، وهروح طبعا للديفيوز لاير وهقول له تكتشر لو ديمج، وعايزين ناخد خامه تليق بالارضيه. طبعا عايز اخد خامه فيها وحدات تكرار، حاجه زي دي مثلا، او حاجه زي دي، او حاجه زي اللي فوق، او حاجه زي اعتقد دي شكلها حلو، شكلها كويس. وهعمل اوبن، هيقول لي اخدها في الباس، هقول له يس، تمام، هتظهر عندي بالشكل ده كده. تعالوا بس الاول نروح للفلور، هسلكت الفلور واقول له فين الاكتيف اوبجكت بتاعي، هيقول لي اهو، اسحب الفلور حطها على الاكتيف اوبجكت، جري مني نحطها هنا. هنستنى شويه على ما تظهر، هي ظهرت بالشكل ده. انا عاوز اطلع بره الكاميرا بس بتاعتي، وهنعاني شويه معلش لان الاوضه حجمها صغير، تمام، بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. ماشي، من هنا الفيو كويس. عايزين نعمل سكيل للصوره دي. اولا البروجكشن يو في مابنج انا هعوزه كيوبيك، يعني عشان يديني شكل افضل. وهروح للتكتشر تول واتاكد الاول ان انا عامل سيلكت على الاوبجكت، على التاج، وبعدين على الاوبجكت عشان استخدم التكتشر تول. واروح للسكيل وابدا ان انا اعمل سكيل، تمام، بالشكل ده كده. خلي بالك اسحب السكيل في شكل قطري علشان تاخد السكيل اللي انت عايزه. ممكن نخليها كده، اطلع بره التكتشر تول ونخليها بالشكل ده كده، تمام كده. خلصنا من الفلور، مش خلصنا منها يعني، انا اقصد نخش بقى نكمل. ده التكتشر ماب، كده خلصنا حطيناها في الديفيوز. ما اعتقدش فينا كلام الا لو احنا عايزين نقفلها شويه او نديها كلر. ممكن ببساطه نخش في التكتشر ماب واروح في لاير، من لاير ممكن احط معاها اي لون يعجبني وليكن كلر، وهحط اي لون انا عايزه وليكن حاجه كده بلو، ونغير في البلند مودز زي ما احنا عايزين، حاجه مثلا زي كده، يعني زي ما انت عايز، تمام. ممكن نغير سكرين، نغير اوفرلاي، هارد لايت، سوفت لايت، دودج، يعني ايا كان اللي انت عايز تعمله. المهم والله ممكن نعمل الداركن مديه شكل كويس، لايتن اد سبتراكت ديفرنس، مش عارف، بس على كل ممكن كلر، ممكن كلر دي مديه لون ظريف، ونقلل الاوباسيتي بتاعها شويه، بس بالمنظر اللي احنا هنشوفه لما تعمل ريفرش، تمام. ممكن نعمل ريندر ونشوف، بس قبل ما نعمل ريندر نكمل الشغل بتاعنا. عايز افعل سبيكولر لاير عشان تديني ريفليكشن، مش عايز الريفليكشن ده كله. مبدئيا في عندي هنا البلين دي، الخامه دي ما تنفعش للارضيه. ليه؟ الخامه دي تنفع لحاجه زي المخادع بتاعه الكنبه، لكن البلين ما تنفعش الكلام ده كله. الوورد خامات المعادن، البلين خامات القماش والكلام ده كله، الفونج زي الخامه اللي احنا عايزينها بتاعه الارضيه، بتدي سبيكولر بشكل مختلف. عايز اروح للهايلايت جلوسنس، لو عليناها شويه هيديني هارد سبيكولر زي ما احنا شايفين، تمام. وعاوز اروح للريفليكشن جلوسنس، هي راحت فين؟ راحت فين؟ اهي ريفليكشن جلوسنس، عايز اقللها شويه بحيث تديني بلر على الارضيه. الاماونت هعليه شويه، ممكن اقلله شويه بحيث، لا خلينا
عاليين شوية، وهاجي الهايلايت جلوسنس وعليها سنة، ممكن عليها قوي دي هتختفي، بس هيديني هارد جلوس اعتقد هحتاجه. تمام، ممكن حتى لو قفلته قوي كده، لا انا عايزه شايني. تمام، و الجلوس لو قللته لا خلينا عاليين شويه بحيث يديني ريفليكشن عالي شويه في الارضيه، لان الارضيه دي عايز اعملها حاجه زي السيراميك. ممكن اقلل السبيكر شويه، تمام حاجه بالشكل ده كده. تعالوا كده نعمل ريندر نشوف ظروفها ايه وارجع لكم بعد الريندر. تالي كده الخامه جميله جدا. عايز بس اوريكم حاجه، ان الموضوع بالكالر كوركشن مختلف تماما عن الشكل اللي احنا شايفينه. لو رحنا ابسط حاجه لاير، جينا بس علينا الهايلايت ارياز وقللنا الشادو ارياز، هنلاقي اختلاف تام بين الصوره اللي احنا شغالين عليها وبين الحقيقه. يعني زي ما تخلي بالك دايما ان انت مش هتطلع ده الفاينل من سينما، لسه في مرحله تانية. طبعا بالفلتر حاجه ومن غير الفلتر حاجه تانية تماما. عموما نكمل شغلنا عشان ما نزودش، نطلع ليه الفلور ماب وناخد الديفيوز لاير. هاخد ديفيوز لاير دي كوبي وهروح احطها في البامب، رايت كليك بيست كالعاده، هروح لفلتر واستخدم جراي سكيل ايمج عشان تديني بامب مظبوط، رايت كليك واقول اوبن ويندو لمجرد بس ان انا اعمل معاينه لشكل البامب منظره عامل ازاي. اروح للبامب نفسه، ارفع البامب ده خليه مثلا 3 سم. طبعا مش 3 سم 3 سم، بس عشان يبان تبان الفروقات دي. غير كده كمان عايز اخش للفلتر وازود الكونتراست شويه عشان البامب يظهر. استنى بس الابديت، مش عارف الابديت تقيل قوي ليه كده. تمام، وما اعتقدش ان انا مش هعمل حاجه تانية اكتر من كده، بس كده اعتقد البامب ظهر بطريقه كويسه. الشادوز ممكن اقول بامب شادوز، بس الشادوز هيديني شادوز في الجناب، على جناب الايدجز بتاعه البامب. طبعا هي كويسه وبتدي رياليتي كويس، زي ما اقول او عايز اقول انها بتقوم مقام الامبنت اوكلوجن لما بنحطه في الديفيوز شانل بتاع سينما 4 دي ونعمله مالتي بلاي. انا هخليها زي ما هي. تمام، الشادو دلتا سكيل دي الديتيلز بتاعه هخليها مثلا بتاع 2. هستنى شويه. طبعا كل الكلام ده ملوش لازمه في السين بيتعمل، ان اساسا الكاميرا مش هتبقى بالقرب ده. وتعالوا نعمل ريندر بالقرب من الارض. انا عايز اخش بالكاميرا كده وعايز اطلع بيها كده بحيث ابقى قريب من الارض واعمل ريندر وارجع لكم بعد. مثال كده طالع بشكل احسن. ممكن نقلل البامب شويه، لو رحنا دبل كليك هنا ورحنا على البامب، طبعا هنقلله نخليه مثلا بتاع 1 ولا حاجه، ونشيل الشادو عشان ما يطولش. نيجي بعد كده بعد ما خلصنا من خامه الارضيه، تعالوا نروح لنعمل الخامه بتاعه الكنبه او الدراع بتاع الكنبه. انا هاخد دبل، مش هاخد دبل كليك، هروح ل كرييت واقول له شيدر واقول له ادفانس ماتيريال، ودي هنسميها صوفا ارمز، دبل كليك ونروح طبعا للديفيوز لاير. عايز اخد من الديفيوز لاير خامه مناسبه للجلد. في عندي الفابريكس، شويه عندي حاجات حلوه في الفابريكس، متهيألي في خامه منهم تنفع ناخدها ليه جلد. كل دول ينفعوا حلوين، وجمال وظروف ولطاف، لكن في واحده فوق اهي الخامه. لو خدنا الفابريك دي عملنا لها اوبن
خدناها كده. بس دي انا عايزها للمخادة، انا عايز المسند عايز اعمله حاجة تانية، انا عايز اعمله خامة تانية، عاوز اعمله خامة مثلا حاجة في الابيض. ممكن ناخد الستيتشز دي اللي فيها خياطات، تمام. الستيتشز دي ممكن لو دخلنا حطينا اللاير، واللاير دي حطينا مثلا شيدر وياكم نويز، ودخلنا على النويز، خلينا نتكلم زي ما هو، احنا النويز هنا هخليه تربلنت، وهكبر التربلنت ده شويه، خليه مثلا 700 ولا حاجه بالشكل ده. مش عارف يعني، ممكن اخليه حاجه زي ده كده، ودي بلند مود وليكن اوفر لاي، بحيث ياخد، عايز اكبرها شويه بحيث ما يبقاش ابيض ابيض، يعني ياخد الديرت اللي انتوا شايفينه ده. ممكن غير اوفر لاي، ممكن تجرب اللي انت عايزه، بس انا هخليني على اوفر لاي، وعاوز اقلل الاوباسيتي بتاعته شويه بالشكل ده كده. طبعا في الويت انا مش عايز ويت، مش عايز الفا ولا عايز الكلام ده كله، هنشيل الويت وهروح للبامب. طبعا البامب المره دي انا مش هاخد الخامه اللي انا عاملها في الكلر، لسبب لان انا مش عايز النويز ده يعمل لي بامبس، انا عايز البامبس تبقى في المناطق اللي فيها ستيتشز او فيها خياطات. والله ما انا فاكر حتى الاسم كان ايه، تعالوا ناخد ستيتشز 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 ستيتش، مش كانت هنا برضه ولا انا غلطان ولا ايه؟ اهي هناخد دي وماشي، يس مفيش مشكله، هي كده كده جري سكيل. لكن انا برضه حابب ان انا اروح احط فلتر، ومن الفلتر ده برضه اقول له دي ساتوريشن، وارفع الكونتراست حبتين، تمام. واعتقد انا هسحب البرايتنس، هسحب البرايتنس عشان الحاجات دي تبان، ولا اللايتنس اعتقد متهيألي كده تدي شكل ظريف، فرفعنا ليه، متهيألي كده تمام. نروح بقى للاماونت، نخليه بتاع 2 ولا حاجه عشان البامب يبان قوي. لو رحنا للسبيكلر لير، هفعل السبيكلر لير 1، تقيل جدا هنا في الابديت، هقول له ابديت يدوي، وهروح ل، انا عايز اللمعان ده او الانعكاس ده يبقى يعني في اماكن خفيف، في اماكن ثانيه تقيل، حاجه بالشكل ده. ممكن نعمل ايه؟ انتوا عارفين ممكن احنا نروح للتكتشر ماب دي، احط فرنيل، تمام، او ممكن احط جريدينت، يعني فرنيل يا جريدينت، ممكن احط فرنيل كده، الفرنيل قفلها كده، الفرنيل قفلها. لو قربنا دي كده زي ما احنا شايفين الفرنيل قفلها خالص، الاسود ده قفلها تماما بالمنظر ده، فتحها. اذا انا ممكن اخلي دي اسود، وفي النص ممكن اخلي دي دبل كليك اخليها ابيض، وممكن اخلي دي اسود. يبقى احنا كده هجيب انا الريفليكشن بقى، احركه من هنا اوديه هنا. انا عملت كده وعملت كده، تمام، انا حركت الريفليكشن ده. اعتقد ان انا والله اعلم ان انا هخلي ده ابيض، واخلي ده اسود، واخلي ده ابيض، تمام، بس عشان يبقى هنا ويتدرج على ما فيش. طبعا اقدر ان انا اعمل كده فاديله سوفت، واقدر ان انا اعمل كده فاديله سوفتنس، تمام. لو طلعنا اب ممكن في الخامه دي هخليها بلين، لان انا عايز خامه قماش، لكن اللي انا هروح اعليه شويه الهايلايت جلوسنس، تمام، عشان اخد الجلوس اللي احنا شايفينه هنا ده، وهروح للجلوسنس بتاعه ريفليكشن
وهقللها شويه بحيث تديني البلر اللي احنا شايفينه ده. الهايلايت ديليشنس اعتقد تقل تمام حاجه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. لو خدنا دي بقى حطيناها على الكنبه، طبعا دي اكيد موجوده في السيمتري، هاخدها احطها على ده تمام، وهقول له كيوبيك تمام. استنى شويه بس لغايه ما تتظبط، هلاقيها بالمنظر ده. والله انا متهيألي هي مش عايزه لعب، يعني انا متهيألي مش عايزه لعب، انا هسيبها كده. يعني احنا ما بنعملش مشروع خلاص، فانا هسيبها كده مش هاجي امتها. طبعا ممكن تيجي انت امتها بالسكيل، تيجي امتها بالتكتشر تول، اعمل اللي انت عايزه تمام، لكن اهم حاجه تبقى عارف التكنيك ازاي. زي ما قلنا احنا مش بنعمل ريل سين، عشان كده انا هاجي هنا كده واشوف الخامه دي وارجع لكم بعد الريل. ادي شكل الخامه بعد ما اترندرت، طبعا شكلها معقول كويس، ممكن عايز تعدل فيها انت عدل براحتك زي ما انت عايز. طيب لكن نخلص او خلصنا من الخامه دي. نفس الخامه دي على فكره هحطها هنا تمام، بس هنا هعمل زوم كده واشوف، لا معمول لها ستريتش، هقول له كيوبيك، بس المره دي هسلكت الاثنين دول، معمول لهم سلكت مظبوط. هروح هنا واكبر دي شويه كده بالمنظر، بحيث بس ما تبقاش الخياطات كتير قوي في المنطقه دي. لو فكرت ان انا اعمل هنا ريندر في ريندر ريجون بسرعه كده بحيث نشوف الشكل. طبعا على فكره الفي ري مع الريندر ريجون بيدي نتائج مختلفه تماما. ليه؟ الله اعلم. انا يعني قلت ان في الفيرجن ده هتكون اتصلحت، لكن مش عارف، مش مرتاح لها. النتيجه حلوه وكويسه، بس مش دي الاضاءه طبعا اللي احنا عاملينها. لكن عموما هي كده شكلها ظريف واحسن من الاول، خصوصا بالديرت اللي احنا حطيناه ده، ادينا لها منظر او ملمس قماشي شويه. خلصنا من الخامه دي، تعالوا بقى نعمل الخامه اللي هتركب على المخادع. على فكره هي نفس البارامترز بتاع الخامه دي، فانا هعمل دوبليكيت لدي تمام، وهاخد الصوفه ماتيريال. عايز بس اعرف هم واخدين انهي واحده، هم واخدين دي، يبقى احنا هنشتغل على دي تمام. اذا دي هنسميه صوفه بيلوس او المخادع. دبل كليك، كل اللي انا هعمله ان انا هروح بس للديفيوز لاير، واروح للاير، واروح للبيت ماب، وهاخد لها خامه من الفابريكس. في واحده سمراء انا قلت ان انا هخليها ليه، ممكن دي او ممكن دي، قلت انا هخليها للجل. هاخد دي شكلها كويس. ناخد الخامه دي كده، شوفوا بس الفرق طبعا في اللي احنا عاملينه ده. هروح للسبيكر لاير، و اعتقد في دي هعكس، اخلي ده دبل كليك، واخلي ده كده، واخلي ده دبل كليك، واخلي ده كده تمام. حاجه بالشكل ده، بالمنظر ده كده تمام. ممكن اجي بقى في السترينجز واقلل الميكس شويه، او ان انا اخلي ده واخد درجه فاتحه عشان ما يبقاش اسود قوي بالدرجه اللي احنا شايفينها تمام. هاجي بقى تحت هنا وهروح للخامة نفسها بلين مظبوط،
واقفل الجلوسنس وازود الاماونت. متهيألي والله اعلم نشيل دي. تمام هسيبها كده احسن، وهروح للجلوسنس او ريفليكشن جلوسنس وهقللها. تمام، واروح للهايلايت جلوسنس سيبها كده زي ما هي. البامب هاخد من لاير نفس الخامه، هاخد دي واخش على فلتر وهاخد له عشان الخامه تنزل مظبوطه، هي دي اللي انا واخدها. ممكن دي فر مش عارف سبيكولر ديفيوز، هاخد من نفس الخامه مش مشكله. وكده كده هقلل الكونتراست وارجع اللايتنس زي ما كانت، وارجع البرايتنس زي ما كانت، والكونتراست هقللها عشان تبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. لو طلعنا اب هنلاقيها بالشكل ده كده. نرجع للسبيكلر لان انا حاسس ان هي مش مظبوطه، هروح للاماونت واعليه بالظبط. عايز اقفلها شويه، الجلوسنس هقلله هخليه كده، والريفليكشن سيب زي ما هو، هخليه بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. ممكن في التكتشر ماب او في السبيكولار لير ترانسبيرنسي. طب ما تيجي نجرب نحط هنا جريدينت. لا مش عايزينه هنا، خلينا زي ما احنا. وناخد ده نحطه على البيلوس، ننزله هنا، وكالعادة رايح ليدي. هي كيوبيك، هي مظبوطة على انها كيوبيك. هستنى بس ان هي تظهر علشان اقدر ان انا اشوف هل هي مظبوطة ولا مش مظبوطة. متهيألي كويسة. تعالوا كده نعمل ريندر ريجن ونشوف عشان ما نعملش ريندر لكل ده، نشوف هتحتاج ولا مش هتحتاج. انا رأيي انها مش محتاجة لأي حاجة. تمام، الخامة طالعة كويسة جدا 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 كخامة جلد. طب نفس الخامة دي بقى، نفس الخامة دي متهيألي في الهايبر نيربس اللي فوقها على طول دي. تمام، لا خليها كيوبيك. وفي واحدة كمان كنترول ونسحب، ومتهيألي برضو اللي فوقها كنترول ونسحب. شيل بقى الخامة اللي ما كانتش موجودة دي بحيث تبقى الخامات بالشكل اللي احنا شايفينه. تمام، لو احنا جينا نعمل قبل ما نعمل ريندر، عاوز اعمل خامه للرجول دي. الخامه دي انا عاوزها خامه زي الكروم. الخامه دي سهل ان انت ممكن تعملها. لو رحنا الكرييت برضه نفس الموضوع، شيدر ادفانسد ماتيريال ونسميها كروم، دبل كليك ويت، لا ديفيوز. ممكن نحط في التكتشر ماب لوج ايمج في الميتالز، ميتال ماب، ناخد اي خامه، ناخد وليكن برشت، ناخد ميتال وليكن زي ده كده. تمام، وممكن نروح للير ونروح لشيدر. ممكن احط
لا مش فلتر، ممكن احط نويز. خش على النويز، نخليه مثلا منقط زي ده كده، ونزود السكيل بتاعه وليكن مثلا 450. تمام. و ممكن نزود الكليب بحيث نخلي الحتة البيضة دي، ونخليه مالتيبلاي او سكرين بحيث ناخد الحتة دي. ممكن نجرب كذا حاجة لغاية ما نوصل للي احنا عايزينه. دودج ميتاليك كويسة، شالت شوية كونتراست. نروح للسبيكر لاير. في حاجة زي دي انا عايز اروح تحت للانيسو، الانيسوتروبي. انيسوتروبي دي لو انا قللتها كده هلاقي هنا التالي الحاجات بتاعت المعادن، لكن عايز اقول له لو طلعت فوق عايز ازود السبيكر شوية بالظبط عشان تبان، يبان دي تبان تمام بالشكل ده كده. عندي بعد كده ريفليكشن بلوسنس، نقلله سنه بحيث ادي بس سنه بلر. عندي بعد كده ما اعتقدش ان انا هحتاج حاجه، اللهم الا بقى ان انا عاوز اخليه شايني. شايني قوي دي الاماونت بتاع السبيكولار لاير. لو قللت السبيكولار لاير ترانسبيرنسي هاخد الريفليكشن او درجه الريفلكتيفيتي اللي انا عايزها. ممكن الانستروبي اقللها شويه. تمام. ممكن اعكس ازودها، هيخشوا في بعض بالشكل ده، لكن انا عايز اقللها. عايز كمان ان انا الريفليكشن اديله بلر بحيث يبقى برشت بالشكل ده كده. ممكن استخدم سبيكولار لاير تانية لو عملت كده، بحيث اخلي دي قليلة تدي هايلايت شوية هنا، واروح ل ريفليكشن جلوسنس اقلل بحيث تديني بلر فوق في الحتت دي. ممكن الاماونت اقلله شوية بحيث ازود الريفلكتيفيتي بالشكل ده كده. اخد بقى دي احطها على الخامه بتاعي. طبعا هتنزل يو في مابينج، انا عايز اخليها كيوبك. نشوف بس هي ظروفها ايه ولا هي فين لما تعمل بس ريفرش. تمام. نعمل زوم. متهيألي عايز سكيل بسيط، او مش سكيل يعني، ممكن نعمل لها موفمنت، اسف، على واي، ممكن على اكس، ممكن سكيل قليل مش كبير. تمام. بحيث اخليها بالمنظر ده كده. لو رحنا للرندر ريجن نشوف ظروفها ايه. اعتقد ممكن نغير شويه، لكن ما اعتقدش التغيير هيكون كبير بالدرجه ده اذا كان في تغيير. نفس الخامة دي على فكرة تبقى الخامة بتاعت الترابيزة، نفس الخامة دي بالظبط، مش هنغير حاجة. وبيتهيألي الخامة كويسة جدا، اللهم إلا لو أنت عايزها تبقى فيها ريفليكشن اكتر من كده. هتوصل هنا بس في السبيكولار لاير، وتنزل تحت في الجلوسنس، وتعلي شويه بحيث تخلي البلر ده يروح. بس هي دي الفكره. نفس بقى الخامه دي هاخدها دوبلكيت عشان ما اقعدش اكرر. هاخد دي دوبلكيت دوبلكيت دوبلكيت. عندي بعد كده ايه اللي هياخد نفس الخامه؟ اعتقد اللي هياخد نفس الخامه هي الترابيزه كلها ككل، هتاخد نفس الخامه دي برضو. هسحب الخامه كنترول ودراج واعملها دوبلكيت، بس متهيألي في الترابيزه هنحتاج شويه كلام مع ولا هنحتاج حاجه. فاضل ايه كمان اللي هياخد نفس الخامه؟ اعتقد
القاعده بتاعه الكرسي. القاعده دي هتاخد نفس الخامه. فين الاكتف اوبجكت؟ في اللاث. نفس الخامه دي هنحطها هنا وهنروح نديها كيوبك. نروح نبص عليها، متهيألي محتاجه شويه سكيل بساط. نسلكت الخامه ونسلكت الاوبجكت ونعمل سكيل بسيط. تمام بالمنظر ده. مش عارف ايه تاني ممكن ياخد الخامه دي. في ممكن ياخد الخامه دي. لو دخلنا كده هنلاقي عندنا الاكس الاكس بتاع اللايت. اكتف اوبجكت فين السلندر ده؟ تمام اعتقد هياخد الخامه دي. وبرضه نفس الموضوع كيوبيك. مش هعدل حاجه. ده متهيألي كل ده سلندر واحد، ودول متهيألي هياخدوا نفس الخامه اللي هو الهاندلز اللي ماسكه اللمبه، اللي هي دول ودول ودول. مثل ده وده 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 نفس الخامه بالظبط. فهاخد دي كنترول واسحب، كنترول واسحب 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 نفس الخامه بدون تعديل. على فكره انا شغال بسرعه عشان ننهي بسرعه. مثالي كده الاساس بقى واضح عند الكل. نفس الموضوع على دي. تمام بس دي محتاجه خليها كيوبيك. محتاجه في السكيل بتاعها. تمام نعمل لها سكيل. ايوه كده تمام. لا انا خليني نصغرها. تمام كده مثلا. ايه تاني مش عارف في حاجه تانية هتحتاج نفس الخامه دي ولا لا. عموما انت جرب وشوف. انا عايز اجي من هنا كده واعمل ريندر، بس ابقى كاشف. عايز ابقى واخد دي معايا كده في السين واعمل ريندر وارجع لكم بعد. ادي شكل الماتيريال بعد ما رندرناها. طبعا الجرين اللي طالع ده كله لان احنا شغالين على اللو سيتنجز بتاعت الفي ري. بالمناسبه لو فعلنا الفلتر مره ثانيه هنلاقي فرق كبير قوي في الصوره. الماتيريال ظهرت قوي هنا، والجرين زي ما احنا شايفين لما اتشال ادى او هنا لما اتشال ادى اللوك اللي احنا عايزينه. لكن طبعا لازم تعلي الاعدادات بتاعتك شويه، خصوصا السامبلز، علشان تشيل الجرين اللي احنا شايفينه. لكن واضح هنا قوي ان الخامه مظبوطه وكويسه، واضح هنا كمان الخامه مظبوطه وكويسه. لو احنا خدنا زاويه ثانيه كده ومثلا رحنا لللايت وغيرنا اتجاه اللايت. طبعا انا همسك الموديل تول. تمام وخدنا اتجاه اللايت في اتجاه تاني ونزلنا اللايت لتحت مثلا وخدنا كده هنا مثلا ورحنا لللايت تاج. او رحنا للكاميرا زي ما اتكلمنا على اعدادات الكاميرا. ممكن اخلي الاف ستوب اعلى شويه او الشاتر سبيد اقل شويه، اخليها زي ما هي. هروح للفي ري سيتنجز للكالر مابينج. البيرن فاليو هخليها مثلا ب 8/10 و الكالر نفسه في السان لايت كلير سكاي فيزيكال سكاي مش عارف كل الكلام ده. تمام نعمل ريندر ونشوف. زي ما قلنا اختلاف الزاويه واختلاف الاضاءه غير المشهد تماما. اعتقد الخامات كده بانت وظهرت. قبل ما انهي الجزء ده انا عايز اتكلم في حتتين. عايز انور الحتت المظلمه دي، غير كده كمان عاوز احط هنا خامه منوره شويه، وغير كده برضو عايز ان انا اعمل خامه الجلاس. خامه الجلاس فيها كلمتين. اول حاجه
هعمل اللايتس كرييت ادفانسد، هشيل الوات، المره دي هشتغل في اليومينوسيتي. مفيش حاجه هعملها غير ان انا هحط كلر مش اكتر من كده، هاخد الترانسبيرنس بتاعتها وهحط كلر تمام مش اكتر ولا اقل. دبل سايدد ممكن اقول دبل سايدد مفيش اي مشكله خالص. كومبنسيت اكسبوجر مش هحتاج، ان انا كده كده هعمل كلر كوركشن. ديفيوز مش هحتاج الديفيوز لاير، ممكن اقلل اللومينوسيتي كلر بحيث اخد الترانسبيرنسي اللي هنا، ممكن ازود حسب ما انت عايز، ممكن اعمل ميكس مود بين الاثنين زي ما تحب. انا هسيبها بالشكل ده كده. كل الحكايه ان انا هروح اخد الاوبجكت بتاعي واروح للاكتيف اوبجكت، اعتقد هو السلندر ده في واحد تحته تمام، الاثنين دول هروح لده ومديله الخامه دي، ونفس الثاني ومديله الخامه دي، هما الخامتين دول. تعالوا كده نروح للريندر ريجن ونجرب نعمل ريندر ونشوف هيدوني ايه او شكلهم عامل ازاي، لان متهيألي هضطر ان انا ارفع اللومينانس بتاعتهم شويه عشان يبانوا او عشان يظهروا. متهيألي ما ظهروش بالدرجه، هروح لللومينوستي و دي الاماونت، لو قللت بخليها شفافه خالص، انا عايز اخليها كده، وعايز ازود ده كمان، وعايز اخلي ده نفس الدرجة تقريبا تمام بالشكل ده كده. ديفيوز انا مش عايز ديفيوز دبل سايدد، مش عارف دبل سايدد دي هتشتغل معايا ازاي، لكن هعمل ريندر مرة تانية. هو يفضل ان انا احط ضوء، شيل الدبل اسف شيل الدبل سايدد، نجرب تاني. برضه ما جاتش اللي انا عايزه، مش عارف لو عملت الاماونت ده مثلا وليكن ب 400 تمام، وجينا عملنا كده هي فعلا يعني اتوهجت شوية، بس برضو مش زي ما انا متوقع او متخيل. ماشي مظبوطة، بس برضو لسه عايزة اكتر، لسه عايزة اكتر من كده. لو قللت دي مش هتأثر معايا في حاجة، لان اللي فوق واخد درجة عالية قوي، دي ممكن اخليها مثلا هي كمان 300. دبل سايدد ماشي، دايركت الومينيشن مش عارف، لا مش محتاج دايركت الومينيشن، لان اساسا مش هشتغل ب دي بتكافئ الفوتومتريك كلر او الفوتومتريك لايت في سينما، مش عايز اخش فيها دلوقتي، فانا هكتفي بدي. الحاجه اللي بعد كده اللي انا قلت عليها، عاوز ان انا اعمل خامه الجلاس، هنروح لكرييت شيدر ادفانسد ماتيريال. خامه الجلاس انا مش عايز فيها لوت ولا انا عايز ديفيوز، انا كل اللي انا عايزه عايز ريفراكشن، عايز ريفراكشن لير، وهعوز ريفليكشن لير، عايز دي وعايز دي تمام. هروح للريفراكشن الاي او ار اللي هو معامل الانكسار، هسيبه زي ما هو مفيش اي مشاكل فيه، مفيش اي مشكله فيه. والريفليكشن او الانعكاس ممكن ازود الاماونت بحيث اجيب الازاز شويه، لان لو سبته
زيرو مش هلاقي حاجة. طيب المفروض انا عايز احطه على الشيلفز دي، هي اللي هما اللي فوق بعض، ده وده، هما دول. هناخد دي مع ده ودي مع ده، وهيحصل حاجة حالا احنا مش هنتوقعها اساسا، ودي مع ده، دول كده. طب تعالوا كده بقى نقرب من هنا، نمسك واحد من دول ونلف حواليه كده، وتعالوا نعمل ريندر. هاخد ده واعمل ريندر هنا كده، لان هنلاقي حاجة احنا مش هنتوقعها في خامة الازاز، ممكن يكونوا صلحوها في الاصدار ده، لان لو ما طلعش الازاز بالمنظر اللي احنا عايزينه هنضطر نحط كومبوزيتنج تاج، هنضطر نحط كومبوزيتنج تاج. لكن هنشوف، هقول لكم الكومبوزيتنج تاج ده فايدته ايه. اعتقد فعلا مش هتطلع بالشكل اللي احنا عايزينه، بس انا هستنى انها تعمل ريندر للاخر، ولو انها باينه تطلع بشكل مكتوم. هم على فكرة الخامتين دول او الاثنين التشانل دول هم اللي بيتفعلوا في خامة الازاز، بس ما بنفعلش لا سبيكولر ولا غيره، بنستعوض عنها او بنعوض عنها بريفليكشن تشانل، لان انا هنا لا انا عايز بلر ولا انا عايز نقط بتلمع ولا الكلام ده كله. شوف ظروفها عاملة ازاي، متهيألي طالعة فعلا فيها كتمة شوية. هنحط الكومبوزيتنج تاج حالا ونشوف الفرق بين دي وبين لما نحط الكومبوزيتنج تاج. لا هي كويسة، هي كويسة، بس تعالوا كده نشوف لو حطينا الكومبوستنج تاج. انتوا عارفين عايز اعمل ايه؟ انا مش عايز دي تطلع شادو، لو طلعت شادو هتتقفل. على فكره نفس الحركه دي في سينما 4 دي في الازاز، لما تيجي تعمل خامه الازاز يستحسن تحط كومبوستنج تاج وتقول لخامه الازاز ما تعملش سيلف شادو، يعني هي نفسها ما تعملش شادو، والا هتقفل الترانسبيرنسي بتاعه الازاز. طبعا بمناسبه ترانسبيرنسي اروح بسرعه كده واشوف الريفراكشن لاير. طبعا الجلوسنس سب ديفايد انا هخليها 16، تمام. ولو انا قللت الجلوسنس كالعاده هيديني بلر، بس طبعا هيستنى عليا شويه لان انا رافعها ل 16، فانا هسيبها زي ما هي. اقفل دي واروح هنا للكيوب الاولاني واعمل رايت كليك وهقول له في ري تاج، هقول له كومبوزيتنج تاج، هقول له انا لا انا عايز شادو ولا انا عايز جي اي، لا انا عايزها تطلع جي اي ولا انا عايزها تدي شادوز. انا هسيب ده وهاخد ده كده واعمل ريندر بس للاثنين دول، نشوف الفرق بين ده والفرق بين ده. على فكرة الفرق واضح من قبل حتى ما يرندر، يعني الفرق واضح من قبل حتى ما يعمل الريندرنج، واضح قوي ان اللي فوق ظهر وبان ان هو ازاز والترانسبيرنس بتاعته ظبطت، اللي تحت لسه مكتوم زي ما هو. يبقى هي زي ما انا قلت، انت ممكن تسيبها عادي مش هتظهر قوي مش هتبان قوي، تمام، وممكن تحط الكومبوزيت تاج الخاص بالفيري عشان يدي لك شكل احسن. بصراحه الاصدار اللي قبل ده ما كانش بيعمل الحركه دي، كنت لما تحط خامه الازاز كان اوتوماتيك يديك ريفليكشن، ما كانش يديك الترانسبيرنس دي، ما كانتش تبان، فكان لازم تحط الكومبوزيت تاج. الاصدار ده هو مبينها بس مش بالدرجه برضو المطلوبه، علشان كده انا حطيت فوق الكومبوزيت تاج. فعلا الفرق واضح قوي بين ده وبين اللي تحته، هنستنى بس ما يخلص كمان الريندرينج.
ادي الريندر اللي تحت، الريفليكشن باين اكتر من الترانسبيرنسي. تمام، نشوف بس يطلع ليه اللي فوق. طبعا هو بيتاخر شويه لان الانتي الياس انا عامله 4 من 2 ل 2، من 2 في 2 ل 4 في 4، عشان كده بيتاخر. كده كده اصلا خامه الازاز بتحتاج وقت كبير في الريندر. استنى بس لغايه ما تخلص. متهيألي الفرق باين وظاهر حتى من قبل حتى ما هو يخلص الريندر من الكومبوزيتنج تاج اللي احنا حطيناه. هاخد الكومبوزيتنج تاج ده زي ما هو وهعمل له كوبي. الاول بس اشوف المقاس كواليتي مالتيبلاير، مفيش اي مشكله. خد ده اسحب ده هنا واسحب ده هنا واسحب ده هنا كله مع بعضه. ارجع بقى لورا. مش عارف في ايه تاني ممكن ياخد الخامه دي، لكن ما اعتقدش ان في حاجه تانيه ممكن تاخد الخامه دي. كده انا متهيألي ما عادش في كلام غير ان انا بس اظبط، او ان احنا بس نظبط الكاميرا. نعمل بس ريندر في البيكتشر فيور عشان نشوف هنظبط الكاميرا فين، وارجع لكم بعد. زي ما احنا شايفين ادي السين طلعت معانا بالشكل ده. طبعا ممكن ان احنا نروح بقى للكاميرا، نقفل دي كده ونرجع دي كده. مش عارف ليه انا حاسس ان البيكتشر فيور رندر اضاءه مختلفه عن اللي المفروض تطلع. هي نفس الاضاءه. طيب انا هاخد التارجت لايت، وبرده علشان طامن الدنيا هخليه كده وهجيبه كده واعمل رندر هنا كده بسرعة بس اشوف هل الجو طالع زي ما انا عايز ولا لا. حلو قوي الجو ده، مبين كمان الخامة بتاع الجلاس. تعالوا كده نشوف في البيكتشر فيور. هي درجة الريندر مختلفة تماما في البيكتشر فيور عن السينما. مش عارف العيب ده ليه. لو رحنا للبيرن فاليو خليتها مثلا 8/10، لينير روكفلو شغالة تمام. مفيش في الاوبشنز حاجة تقول ان الريندر هنا يبقى مختلف عن الريندر هنا. مفيش مشاكل يعني، بحاول ادور بس هنا مختلف عن هنا ليه. الفيري سيستم فين؟ الفيري سيستم مفيش اي اختلاف خالص. لكن عموما على كل حال انا عاوز اعمل رندر هنا واشوف. زي ما احنا شايفين انا مرندرتش في البيكتشر فيور، لان البيكتشر فيور بيديني صوره مختلفه تماما عن اللي انا عايزها. مش عارف يعني ممكن يكون العيب من عندي انا، لكن رندرت جوه السيني فيو. طبعا كده ادي التمب اللي انا واخده. لو انا عاوز افتح الحته المظلمه دي شويه، مش عايز اقعد ازود في اللايتنج، ممكن ببساطه ان انا اعملها من الكاميرا. ممكن اعملها من الكاميرا. لو قفلت السيني فيو ورحت للكاميرا سيتنجز وجيت هنا، هلاقي عندي الفيلم ايزو واف ستوب والشاتر سبيد. طبعا الكلام ده كنا اتكلمنا عليه قبل كده. انا ممكن اما ازود من الفيلم ايزو او من الاف ستوب او من ده. فيلم ايزو ما بحبش اعليه قوي عن 100 عشان الصوره ما تتحرقش او يبقى الكلر بتاعها ما هواش طبيعي. اللي عايز اشتغل فيهم هو الاف ستوب والشاتر سبيد. شاتر سبيد لو قل هيفتح لي
الصوره شويه، والاف ستوب لو قل هيسمح بدخول ضوء اكتر للكاميرا. تعالوا الاول اخلي الاف ستوب ده وليكن مثلا 6.5، 6.5 تمام، وهعمل في السيني فيو هعمل ريندر، اقول له ريفرش واشوف هي هتبان من اللايت كاشنج الريدينس كاشنج في الاول، هي هتبان تالي في الحتت دي اعتقد فتحت شويه. هو انا هقفل، انا هقفل ده طبعا، هو بيتكنسلش الا لو رحت لهنا وقلت له سيني فيو كانسل عشان يكنسله. هفتح الريندر سيتنجز واخش الفي ري وهخش الاندايركت الومينيشن، لاني اعتقد ان انا كنت زودت تحت في المينيم المينيموم رايت والماكسيموم رايت. انا هخلي الماكسيموم رايت بزيرو تمام، بحيث يعني ان الموضوع يبقى اسرع من كده شويه. هروح للبلجنز، انت مش عارف ده نزل ليه، هروح للبلجنز واروح لسيني فيو وهقول له سيني فيو واقول له ريفرش. اعتقد الموضوع هيبقى اسرع كتير قوي من الاول. هو هيسيب لي شويه جرين وشويه كلام، لكن مش مشكله، احنا عايزين بس نشوف درجه الاضاءه. متهيألي واضح قوي ان المره دي اسرع كتير من المره اللي فاتت، لان انا قللت السب فيجن سامبلز بتاعه الريديانس كاش. طبعا السب فيجن سامبلز دي مكافاه لو نفتكر في سينما 4 دي في جي اي، كان عندنا لما بنختار الريديانس كاش او الاي ار بلس كيو ام سي، الاي ار دي اللي هي الريديانس كاش كان بيفتح لك فوق السامبلز. السامبلز دي لما تختارها بيزود الدقة، او لما بتعليها بيزود الدقة، لكن طبعا بيزود الوقت بتاع الريندر. هي دي المكافأة ليها في الفيري. طبعا زي ما احنا شفنا الدنيا فتحت شوية، وشفنا برضو في شوية جرين على السقف في كل حتة في الجرين، وزي ما احنا شفنا على الكنبة زي ما قلت لكم الجرين ده بيزيد لما بقلل الدقه بتاعه الريديانس كاش، عشان كده كل ما بنعلي كل ما الجرين ده بيروح. باين قوي في طرف الشلته او المخدع بتاع الكنبه، واعتقد الصوره كده فتحت شويه، لكن لو بصينا بره الشباك هنلاقي ان الصوره باظت، مش باظت بالدرجه لكن نقدر نقول عليها اتحرقت. وبمناسبه كلمه اتحرقت، يبقى انا لو هعلي في الكاميرا شاتر سبيد او شاتر انجل او اعلي في الاف ستوب، يبقى انا لازم اروح انزل او اقلل البيرن فاليو. يعني انا جربت لقيت الموضوع كده، لكن مالكش دعوه بالانتنستي بتاعه اللايت، انتنستي اللايت مش هتفيدك في اي حاجه. ممكن ايه تاني اللي يزود اللايتنج؟ ممكن نعلي اللايت كاشنج بحيث ان هو يحسب باونسنج اكتر لللايتس فيزود العمليه، لكن ده هيزود وقت الريندر. فكطريقه بديله لو احنا بنلعب بالكاميرا والبيرنينج فاليو، بالتالي الدنيا هنا فتحت شويه بشكل احسن من الاول. طبعا هو انا بيتكعبل شويه علشان الخامه بتاع الجلاس زي ما احنا شايفين طالعه مظبوطه مفيش فيها مشاكل. هنستنى بس يخلص المربع ده ونقفل السيني فيو، وهروح للكاميرا وهروح للفيزيكال فيري تاج وهقلل ده هخليه وليكن 100 اوتوماتيك. قبل ما نروح نشتغل هروح للكالر مابنج وهخلي دي ولتكن مثلا بتاع 3.8، نشوف هل الدنيا هتظبط ولا مش هتظبط. هروح لبلجن اكسكيوت لاست بلجن وهقول له ريفرش. طبعا لو علمت على دي كل تكه هيعمل ريفرش، انا مش عايز الحكايه دي. هي اللي هتزيد اكتر من كده. عايز اقول له كاميرا ديفولت كاميرا، لا انا عايز كاميرا.
تمام، فهقفل ده واروح للبلجن وهقول له كانسل سيني فيو. وبصوا هنا كده هو كان بيرندر دي، انا عايزه يرندر دي عشان في فرق كبير بين انه يرندر دي او يرندر دي. هروح لبلجن تاني واقول له كانسل بلجن، وهروح اقول له سيني فيو. قبل ما اقول له ريفرش هقول له كاميرا بالكاميرا دي، وهاجي هنا اقول له ريفرش ريفرش، يقوم شايل ومنزل لي الرندر التاني بالزاويه او بالكاميرا اللي انا قايل له عليها. دي نمبر وارجع لكم تاني. متهيألي كده الصوره باينه ومش محتاجه ان احنا نكمل الرندر، الصوره فتحت وبقى شكلها احسن كتير، بس هضطر استنى لغايه ما يكمل وهو يخلص بسرعه علشان ابقى ضامن ان السيني فيو يتكنسل او وقف. برضه هيتكعبل هنا، هنستناه بقى يخلص. ميزه البلجن ده انه بيوفر لك ريل تايم ريندر، يعني اي حركه جوه الفيو بورت هتلاقيها اترندرت هنا. بس انا متهيألي هيعمل ريفرش تاني، هيرندر حاجه تانية. لا مش هيرندر حاجه تانية ما اعتقدش. تمام، لو رحنا للكاميرا هنلاقي مرندر الكاميرا بتاعتنا. نقفل السيني فيو، ولو رحنا نفس الرندر تعالوا بس نعلي الفيلم ايزو، هخليه مثلا 250 عالي شويه، وده هخليه مثلا وليكن 5.5. مش عارف بقى احنا كده هنبقى في السليم ولا لا. تعالوا المره دي بقى رندر في البيكتشر فيور، مش عارف ليه بيطلع لي نتيجه مختلفه تماما عن الرندر في الفيو بورت، بس انا متهيألي الدنيا فتحت جدا جدا جدا. هقفل واخلي ده 6.5 زي ما كان، واقلل دي مثلا اخليها 150، لان الشاتر سبيد احنا معلينه، فمتهيألي الاثنين اللي فوق لو نلعب بيهم يبقى احسن، خصوصا الاكسبوجر لاني ما بحبش ان انا اعلي. متهيألي كده النتيجه هتبقى مناسبه، اللهم الا لو الموضوع طلب ان احنا نقلل البيرنينج فاليو. اعتقد هنقلل البيرنينج فاليو علشان نكسر الحته او حده الضوء اللي موجوده بره دي. طبعا عايز كده الدنيا فتحت او الكاميرا فتحت لنا الدنيا قوي، هي اصلا فاتحه زياده. طبعا الفلتر بيرجع حتى التون بتاع الكالر، شيل الفلتر. تمام، متهيألي الدنيا فاتحة زيادة. متهيألي نخلي ده مثلا 8 وارجع ده 100، يبقى انا كده عليت ده بس. واروح للبيرنينج فاليو واخليها مثلا ولتكن 1/10، متهيألي كده تبقى الدنيا تمام. لو روحنا لللايت كمان بالمرة غيرنا الزاوية بتاع اللايت، يا رب بس يديني الإضاءة اللي أنا عايزها. تمام، نستنى الرندر وارجع. طبعا كده الرندر انتهى والأوضة نورت بشكل كويس بشكل ظريف. هسيبك انت بقى تكمل بقية الخانات بتاعت العمدان، ممكن تعمل ديكروم، ممكن تعملها زي الفبر، نفس الطريقة بخامة الكرسي. تكمل، ممكن تحط براويز، ممكن تحط على الأرض أي حاجة. طلع انت بقى الأوضة بشكل كويس. انت كده عرفت الأساس وكده خلصت من مجرد بس أساسات الفيري وشوية تيبس، عشان في المحاضرات اللي جاية إن شاء الله هنتكلم على حاجات أدفانسد وأعلى من كده شوية للفيري. معلش طولت عليكم النهارده، شكرا لكم. كان معاكم مهندس احمد الرحمن رياض من GFX Academy.net. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.